ما زلنا معكم في دي ملابس. ضيفتنا ضيفة سبيسيال، ملكة جمال إفريقيا، معناتها تونسية ربحت ملكة جمال إفريقيا، تظاهرة هامة برشا، وباش نحكيو على التفاصيل، سيرتو هي شكون وبنت شكون، هذا بونوس بيان سور. سعيد باستقبال ملكة جمال إفريقيا سارة سليمي. مرحبا. مرحبا مرحبا اشرقت الانوار. يعيشك. نحب نسالك لاباس ساعه؟ ديما لاباس. ديما لاباس الحمد لله، ان شاء الله مبروك. يعيشك. ان شاء الله مبروك. انا قلنا معناتها عمرنا ما سمعنا تونسيه ربحت قبل هذه ملك جمال افريقيا. لا هل هذا ديجا سي اون كومبيتيسيون ما نسمعوش بها برشا هوني. ما نسمعوش. بالحق يجونا نعطيو اكثر قيمه لل لي كومبيتيسيون اي لي كونكور دو بوتي. باهي مرحبا بك، باش نحكيو على تجربتك، خاطر سي اون اكسبيريونس بخلاف انك ربحت، حتى كان ما ربحتش مع اوريجينال على الاخر، وين صارت؟ والله في مدينه كالابار في نيجيريا، دونك في في ديسمبر. معناتها انت طلعت كيما الولد نتاعك، معناتها بديت بالافريكا. اي هو مشي غادي ساره سليمي، اكيد ماكش بنت فوزي الرويسي، دونك شكون الولد نتاعك؟ سمير سليمي. سمير سليمي. فوالا انا قلت لها قعدت بيت انا نتفرج في سمير وهو يكور، ما في باليش عنده بنوته تبارك الله عليك، عمرك 24 سنه. 23 بيانتو 24. 23 بيانتو، مش توا نبداو نصغروا في اعمارنا. اي والله نصغروا في سنين. نكبروا شويه. مانيش باش نسالك على الكوره، باش نسالك على باباتك. 10 اسئله لازمك تجيب سته باش تتسمى بنت باباتك. اسكو بنت بوها الطفله هذه ولا لا؟ ما كانش بنت امي. اول فريق لعب فيه الوالد؟ نجاوب؟ اي تفضل. كلوب افريكا؟ لا. تخالط؟ حلقة لي كيستيون على الكورة ليه؟ حلق الود والكرم. قداش قعد يلعب سمير في الافريقي، قداش من عام؟ والله ده هالي اللي انتولدت انا. ماهوش مقياس. ماهوش مقياس. قعد 10 سنين من 87 ل 97. أول بطولة تونس هزها الوالد نتاعك عام قديش؟ السنوات الذهبية للنادي الافريقي. والله ما عندي حتى فكرة، كنت كي كنت صغيرة كنت نحفظ في غنية ليسبيرونس ديجا، باش كيكا الكريس دادوليسونس نتاعي كانت في الكورة، أنا كنت عاملة روحي ليسبيرونتيست ونجيهم للدار نغني فيهم. لا لا من فضلك من فضلك، في الآخر ما نفهم فيها حتى شيء راهو الكورة. آخر فريق دربه سمير؟ بن قردين. لا مستقبل مرسى. صحيح. اسمع بابا سامحني والله. سؤال جديد، مع شكون ديما يتلاكش سمير في التاسعة سبور؟ والله لا عندي حتى فكرة. مع النصر البدوي. شنيا نمرو هذه انا نحب السي ابي. لا بربي بربي ما تسالنيش الكيستيون هذوما لوجيك على الاخر، وفي الاخر نعرف عليهم حتى لا لا على الولد نتاعك، شنو نمرو سمير في النادي الافريقي؟ والله لا نعرف. سيس. في أنا عام درب سمير نادي الافريقي؟ 2004. هذا هاللي لا لا، مي انك طفله روعات. لا عليه لا عليه، معناتها بنات ما يفهموش في الكل. لا برشا بنات يفهموش، مش ما يفهموش البنات، مش مغرومين بالكوره. لا انا مانيش مغرومه بال بال بالسبور، معناتها اون جينيرال كوره لا باسكيت لا حتى شيء. شكون يكور خير، سمير ولا عمك عادل؟ سا ديبون من البوست. عام يعاد ما يسالش. ان توكا في قداش من عام لعبوا مع بعضهم في النادي الافريقي؟ عام ست سنين من عام 90. من عام 90 ل 96. باهي سمير كان يكور بساقه اليمين ولا اليسار؟ اليسار. الحمد لله. برافو برافو برافو. في انا عام ربحك كاس تونس سمير؟ البطولة عام 90 والكاس عام 92. 92 ماكش بنت بابا حتى تعرف، ماكش بنت بابا. تنرجعوا نحكيو على سمير ونادي الافريقي. اون توكا اول تونسية تشارك في المسابقة هذه كانت مفاجأة حتى ليك انت، كيفاش عمرها 5 سنين المسابقة وعطينا قيمة كبيرة، كيفاش جاتك الفكرة ولا الفرصة باش انك تشارك في مسابقة ملكة جمال افريقيا؟ فسر لي لالا الهبله هذه كيفاش بدات؟
نشوفوا بيان سور لقطات من المسابقه هذه. قلت ان فيت جيت لحكيها باغازار، انا مانيش عمري ما جو مسيو انتريسي لحكايه الميس هذوما جمله دايغ نعم جفي دي فوتو نعم تصاور مي كلي ما خذتها بلوس خدمه نتاع باش نبدا عندي شويه ارجنت بوش باش انستغرام فهمت لي لي جمله ما حتى كي تدخل على انستغرام تاعي تلقى تصاور بهينا ما تلقاش ما عنديش برشا كونتوني تو يلزمني حاجه نخدم عليها نعرف مي نعمل دي فوتو معناتها نتاع دي شوتينغيت وكل شيء معناتها مانيش حاجه ناخذها سيريو العباد اللي يعرفوني يعرفوا اللي انا معناتها جو سوي بلوتو هكا كل يوم تلقاني اون سنيكر زيف سبيدري جوجينغ معناها جو تري هكا ناتور ما ناخذش ماكش مرتاحه دونك في اللبسه هذه والله بيان سور بيان سور اي الميس حق الميس اي فوالا دونك كيفاش جاتك الفكره كيفاش فقط مسابقه في نيجيريا ايش اسمها البلاد؟ كالابار كالابار باهي كالابار ان فيت هي جد بالحق جات باغازار الحكايه او ديبي هما ان فيت ابار في تونس والمغرب والجزائر البلدان الافريقيه الكل اللي بارتيسيب للكونكور هذا كلهم عندهم عندهم اون بري سيليكسيون كبيره ياسر تلقى في 400 500 600 طفله يختاروا منهم طفله بركه اللي هي باش تشارك في ميس افريقيا اما احنا ما عندناش مانيش لاهين باللي كاستينغ نتاعنا بالكدا دونك جمله دونك انا انا عمري ما سمعت بها دونك فما اون امي الجيريان قالت لك شنو قالت لك؟ قالت لي ثم تونسيه عملت البري سيليكسيون عملت لي كاستينغ اي مالوغوزمون هي تسكن في باريس ما نجمتش تجي ما نعرفش عليه خدمه كورونا ما نعرفش ان توكا قالت لي اسكو سا تانتيريس معناتها دو بارتيسيبي للكومبيتيسيون هذايا بون قمت نضحك انا قلت لها كيفاه هنا توا معناتها في الفاكونس نتاعي اون بلوس لي فاكونس انا خاطر نقرا مازلت كيف باش نمشي نعدي الفاكونس في نيجيريا معناتها ما جاتنيش البالي جمله حكيت مع سوجي قالت لي با كيستيون اش تمشي وحدك معناتها هي لا با كونفيونس هكا بلاد بعيده فوالا معليش فين في الاخر بويا هو اللي خلاني فوالا بويا في الافريك استنس قال لي فازي وكاهو دونك في الاخر مشيت مشيت معناها ما خذتها مش حتى في مخي لاني باش نربح لا حتى شيء ومنافسه قويه كانت منافسه قويه كانت والبنات سورتو اللي كانوا معايا عندك بنات عملوا ميس موند بنات عملوا تو لي كونكور ما نعرفهم معناتها لي كونكور هذوكم دو ميس سوبر كونو وانا معناتها جاي ما عندي حتى اكسبيريونس جاي بتالون واحد عديت بيها جايب سبيدريات كل جايب ب 20000 سبيدري وبتالون واحد رصيتي نمسك التالون هذاك تو طولون دو لا كومبيتيسيون واو حاسيلو كل يوم وانا في الاخر تو نحكيو على تفاصيل خلينا نتعرف عليك قديش تعمل في حياتك تو انا توا اتيديانت هندسه معماريه اون سانكيام اني ان شاء الله سني نكمل ربي ناجحك شنو طموحك في المستقبل شنو تحب تخدم والله انا بون عندي ميز اتيود ديجا نحب نكملهم من بعد بون ما تعرفش عليها الدنيا مي اكودي دو سا عندي زيد مغرومه برشا بالسبور ملي انا صغيره كنت نترين تنس بوندون تري لونتون وقاعده توا جو ديفلوب الماركه دو سبور نتاعي وكهو بيتوتيه ولا تخرج برشا انا لي نخرج جمله مستقله على روحك ولا بنت بابا وماما مستقله على روحي وعندي برشا شاركت قبل في ملكات جمال جامي اول مره مغرومه بالتمثيل والله علاش لي تحب تخمم نهار انك تنجم تدخل تلفزه خممت قبل لا فيت جاوني قبل دي بروبوزيسيون وكل شيء ديما ما حبيتش معناتها ندخل في العالم هذاك بورتون سي كيلكو شوز معناتها بالنسبه لينا التمثيل محليه معناتها سي كوميم تدخل في لابو نتاع بيرسوناج وكل شيء علاش لي علاش لي اخر كتاب قريته ما نقراش كتب نحب نتفرج في المويت تعرف محمود درويش شكون سمعت بيه هي تلي بالحق ايوا سمعت بيه شو عم في حياته اكريبا وي اي نزيد شاعر ديزون شاعر اي مرسل خليفه كوارجي ولا طباخ ولا فنان مرسل خليفه كوارجي طباخ ولا فنان؟ ديجا اسمه يعطي على الفنان على الفن على الفن اسمه يعطي على الفن اي هو كل يعمل مهرجانات هذيك العنب 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 شكون اللي خذا جائزه نوبل الاداب عربي؟ ما عندي حتى فكره فوالا نجيب محفوظ ما نقراش لا لا اي نجيب محفوظ للي يقول بنات اليوم كلهم مظاهر شنو تجاوبوا؟ عنده الحق اللي يخمم هكا خاطر انا بيجي نخمم اللي العبيد ديجا اون جينيرال اليوم كلهم مظاهر
اما بون بيان سور ماشي حاجه يفو جامي جينيراليزي في كل حاجه مي اي الدنيا مظاهر الدنيا ولات مظاهر برشا والميس ما يسالوكمش اسئله في الثقافه العامه ديجا باش تكون ميس لازمك عندك ان سيغتان نيفو معناها نتاع قرايه لا بالحق ما يقبلوش معناتها عبد ماهوش قاري باغ اكزومبل وي لا لا بيان سور دونك لازم ديجا انا لي ميس اللي عملوا معايا عندك طب عندك عندك شيميست وعندك انا نقرا اركيتكتور معناتها ماركتينغ معناتها دو ديفيرون دومين دونك اي لازم دونك كي مشيت لتونس ولا نيجيريا باللي فما المقطع نتاع هي ربحت عندنا سيكونس نحب نسالك اونترتو احكي لي نيجيريا معناتها شنو معناتها تو نشوفوا اللقطه اللي انت ربحت فيها وبرشا تفاجئوا راهو صار برشا غش انا الاولى اللي تفاجئ لا ابار مع صار برشا غش الغادي ما كيفاش تونسي وكذا نشوفوا المقطع اللي فيه انت ربحت I just won Miss Africa Color Bar 2020 and I truly can't believe it. I'm actually so stressed and so excited and this is really magical. I truly didn't believe that I was even gonna be in top 10 and here I am and it shows the beauty of Africa, its diversity, it shows that everything is possible when you believe in it and I truly believe that I'm gonna make a difference. Thank you very much and I'm very glad to be here. تبارك الله معناتها قوية في الانجلي تبارك الله عليك. ها نتفليكس خاطرني قلت لك ما نقراش كتب هكا البلاد الامبيونس كيما تونس بلاد مختلفة شنو؟ انا ديجا مشيت عمني لافريك دو سود اي احسن فواياج في حياتي معناتها احسن بقعة مشيت لها جي ادوغي بالحق هكا انا جو سوي با تخي فيل معناتها نحب بقعة نحب الطبيعة برشا نحب الحيوانات نموت على الحيوانات الكل يخطروني مع القرود ديما دونك بالحق جي ادوغي و نسخه اللي في نيجيريا باش نلقى فرت حاجه دونك بلاد محليها تحفونا مي تري ديفيرونت معناها معناها باغ اكزومبل في بالي ديجا التوانسه يسوقوا بالخايب طلعنا لي ميور كوندكتور طلعنا نسوقوا بالكدا على طلعنا منظمي في باليش التوانسه منظمي اما كبلاد معناتها مدينه مبنيه وكذا اي بتبيع انا مشيت من الاول للاغوس من الاول كان جي اتيري مشيت للاغوس اللي هي ديجا surpeuplé vraiment c'est une jungle urbaine d'où mon sœur Radhi dit بحق c'est une jungle دار لي ثما 1 متر كاري par habitant من بالحق سي امبرسيونون خاطر غادي يقول لك اللي يحب ينجح يمشي للعاصمه مش العاصمه سامحني يمشي العاصمه بدلوها تا ولات ابوجا بدلوها مي كانت العاصمه ان سيغتان مومون ومعبيه معناتها للعباد مي ياسر تشيل هما هكا كل شيء بشويه بشويه يرفع عقلهم في كل شيء تحسهم كونسومين حاجه ليه بالحق احنا مانيش كيف كيف يفرحوا بيك اي الحق ديجا بعد ما ربحت بالحق قريت لا ديفيرونس ما عادش عيطوا لي ساره ما عادش سليميس عرفت كي عيطوا لي سليميس وما عادش عيطوا لي سليميس عيطوا لي يا ما يور رويال ماجستي يا ما ماي كوين كوين ما عندوش حق يعيطوا لي صار باسمي ما عادش منظمين به مبروك بخلاف تاج واللقب 35 ألف أورو كرهبة هي الجوائز 35 ألف دولار 35 ألف دولار أقل شوية فوالا والكرهبة كرهبة أي خذيتهم ولا في العقل جايينك بعد هو دابيتود ديجا الكرهبة نو دابيتود لي زاني بريسيدونت تنفسالك ديجا لي زاني بريسيدونت لي 35 ألف دولار يبعثوهم لو لوندومان نتاع السهرية معناتها لو لوندومان ثلاثة أيام تاخذ فلوسك السنة قالك نو قالك مانيش مقتنعين بالروندو نتاع لي ميس ولا لي بروميير دوفين اللي قبلهم خاطر ما شكون ياخذ فلوس ومن بعد كي تكلموا لي زيفينمون كي تقولوا جي معناتها الحاجات مهمة لازم تعملهم ما يجيوش خاطر خذوا فلوسهم سي بون معنا دونك السنة عطاونا اون بوتيت بارتي معناها من الفلوس وإحنا عندنا ثلاثة إحنا نربحوا خاطر ثلاثة لونين اي فوالا حتى اللي شهر من بعد فوالا اي والله يفكر شوية حتى آخر العام والكهرباء من بعد عام بعد عام مش مشكلة عندك كهرباء مخبية ترى باش نعطيك ميسات وانت قولي انت ازين ولا هي ازين شو هذيك ميسات من تونس ومن العالم ساعة نحب نقول اللي لا بوتي ساعة سي اون كيستيون دو بوان دو ما نجمش معناتها نقول انا احلى من طفلة ولا طفلة احلى من لا لا. دونك اجاباتي باش يكونوا ولا طب انت قلت لي بوان دو وانا تو سؤالي اسال على البوان دو نتاعك انسى انك في التلفزة لما نتاع صاحبات يلا التصويرة الأولى صابرين خليفة
انت ازين ولا هي ازين؟ هذه واحده من ميسات تونس، انت ازين ولا هي؟ ريت قبل دي فيديو نتاعها محليها انت ولا هي؟ لا ميساش كل الكل محليها. الكل محليهم، هي ربحه ميس. باهي ميساش، انا مازلت فرحانه بروحي ميس جديده دونك قول انا. هيفا. هيفا غدير، انت ازين ولا هي؟ انا. امنة عبد الهادي، انت ازين؟ المحله ما تدورش برشا في التصوير. يسار ولا هي؟ ميساش نبدلوا شويه نقول هي. هبه التلمودي، انت ازين ولا هي؟ نحبها برشا، تريني في سال دو سبور اللي كنا نترينا فيها هي. ما عندهاش علاقه بانها تريني ولا ما تريني. ميسالش خدمه سبورتيفه هي. ميسالش. سهير الغضاب، ميس ارابورت، انت ازين ولا هي؟ انا. ميس المانيا، انت ازين ولا هي؟ انا. ديجا جو بريفير لي برو. هي عزين قلت لي؟ لا انا. انت فوالا هذه اكبر ميس في العالم 35 سنه. عاد بارك الله. اما تبان اكبر، ميس فرانس. جديده؟ لا هي محليها مزيانه برشا. صارت عليها برشا بوليميك، قالوا ما عندهاش شويه من معايير الجمال. كيفاش صارت بوليميك علي انا توا معناتها غاديك نفس الحاجه ما يصيرش. ميس وورد. لينا. وميس كينيا؟ لا ياسر مزيانه هذه ريتها هي. جست على خاطر الكوب دو شفو نتاعها ما فماش كوب، مي شعرها راسها ياسر محليه. سي بيان والله متسايسه تبارك الله عليك متسايسه، لانه لاحظت ولا لا انه ولات فما فاريتي كبيره في الميس، ما عادش نفس الكولور وكذا، صار نوع من الراسيزم على الانترنت برشا. ابونش بها هكا لي مغربين ودنيا واش بهم هكا وما عندهاش مقاييس جمالنا والدنيا، قاعد نشوف دي كومونتير وضعيفه برشا وبيضه برشا. باتريسيا قالت انا جو مو ريكوني با اون سيت بوتي افريكان وحطيتك بين ظفرين. معناتها شبيه البوتي هذه، معناتها ماهيش بوتي افريقيه. فوالا دونك زيدوا ورينا لي كومونتير. ميس افريك بلانش سي ان بو كليشي مي بون. اي الاخرى قال جو ريفوز مي بون فيليسيتاسيون. عرفت فيليسيتاسيون كتبتها بالاحمر. بوتيتر ميس افريك ماغربيان نو ميس افريك نو ريكونيس با، معناتها هم صعاب. اي صحيح. اي نو لي زوبوزون اون فا اورغانيزي نوتر ميس افريك سلا اون لا ريكوني با. مش مقتنعين خاطر بالريزولتا هذا. اسكو تو سي كو تونيزيان او ميم سو فوا با كوم افريكان؟ هذا موري فوفانا شفته نكرنا هذايا ولا هذا. تحيه لعائلة فوفانا اللي تفرش فينا كلها. ما ليه بلي رجع لي فوفانا ميس افريك بلانش، رجع لي فوفانا. باهي احنا مانا اغزر لي، احنا رانا كشعب ما نقولوش الحقيقه. الكلوب ولا الترجي ولا صفاقس ولا ليتوال ولا سي بي ولا كي يقولوا ماشي تكاور نقولوا ماشي تكاور في الافريك. في الافريك اون ديري ماناش الافريك احنا سي فريك عندنا. دونك شنو ردت فعلك على النقد اللي توجه لك؟ باش نقولوا بالمعارف، عندك معارف في نيجيريا صعيب. لا ما عنديش، الحق ما عنديش. بس الشوفير اللي طلعت معاه وقتها وصلني من المطار للوتيل عقل اسمي، قال لي مش بوك جاي عنده برشا عبولي. والله 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 عارفه. سي بيان. قول لي شنو رد فعلك على النقد؟ دونك انا ديجا النقد حاجه كنت متوقعتها، معناتها ما ثماش حاجه، ما ثماش تعمل تلفزه ولا تعمل حاجه اون جينيرال في حياتك وما ثماش نقد، ديجا هذه حاجه انسيها. ومن بعد ريتهم معناتها عمرها ما طفله معناتها بيضه ربحت لا كومبيتيسيون قبل، قلت سي سيغ معناتها ثم عباد باش يعملوا دي رومارك باغابوغ سا. دايوغ ما كنتش نتوقع نربح جمله، عارف كيفاش نحكيو عليها الوقت هذا ولا بحق. هذاك علاش اتهموك مغروره وما فرحتش انك ربحت؟ لا كي قالوا لي ما فات كي يجي ايتا دو شوك كل واحد عنده رياكسيون، انا الرياكسيون نتاعي سكو هكاك ميرسي اوكي. انت ما عرفتش روحي نقدم ما نقدمش، مشيت قلت لهم اقرصوني ربحت بالحق. من بعد في التعامل معاك وفي الكنت فما عنصريه؟ شو هي راهي سين كومبيتيسيون معناها حتى من المنظمين من البنات اللي معايا، فما فرق بين انا ديجا اول نهار مشيت غاديك ثم طفله قالت لي بون دو توت فاسون انت جايه تشارك هوني اما ماكش افريكان معناها. قلت لها بون معناتها كيف مانيش افريكان معناتها قول لي كني غالطه ما ظهر لي تونس في الافريق، هي اللي عطات اسمها افريقيا معناها. دونك معناتها من الاول طلبوا منك تلبس حاجات انت رفضت مثلا ولا حاجه؟
الحقيقه انا شفي دو لا فوتو وكل شيء اللي ما يقلقني. بالعكس انا ساعه كنت نلبس من الاول كنت نلبس اكلي جوب طويله شو في بالي نيس معناتها لازم كمان معناتها كيلو زيره معناتها نجي غادي كذا لي قالوا لي لي ليه معناتها وبالحق تعاركت مع البنات اللي معاك في البيت سكنوا ومن بعد كي ربحت حبايس كنت وحدك هو صحيح سكنت وحدي مش على خاطرني تعاركت معاهم سكنت وحدي خاطر ديجا احنا اوني 3 في كل بيت ثلاثه من الناس كي ربحت قلت لك تبدلوا معايا كومبليتمون ديجا وليت عندي دي تريتمون دو فافور وليت عندي سويت وحدي وليت ناكل اكثر ماكلتهم شنو ماكله البنينه عندهم غادي ولا تمشي للكلاسيك اللي نعرفوه شو انا جربت اذا كنت مهبوله في الماكله تحب لا ديكوفيرت ولا انا نحب لا ديكوفيرت ومانيش صعيبه في الماكله ديجا واضح. ما قديش ياكلوها من وزنك واضح ماكش صعيبه والله ليه عادي معناتها تفطر مليح ما تعشيش ثلاث ايام عادي جمله انا ناكل خمس مرات في النهار ناكل بلوزيغ انا نترينا نترينا العباد اللي يترينيو يعرفوا اللي يلزمك اللي يلزمك تاكل بلوزيغ فوا باغ جو في الاخر خاطر معناتها مش قديش تاكل في الاخر شنو اللي تاكله دونك فهمت وش في تريز اكتيف نتمنى كل يوم انا نجم بعد حصه هذه نص ليل ونص ناكل مقرونه انا بصراحه انا نمشي ناكل بليبي فوالا فوالا باهي ان شاء الله مبروك وانا فرحان لك برشا اما عندي ام بتي بروبليم سامحني قالوا لي زملاء في الحفله انت ساره الوالد نتاعك كان كوارجي فما واحد سمع بيك جايه جاي باش يشكي لك من الوالد نتاعك باهي يظهر لي الوالد نتاعك هبط له تاكل سمير سليمي هبط له تاكل وهو جاي باش يشكي نحبوا تصفيق على سعدي مرحبا 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 وي تفضل بارك الله 20 سنه والضربه في عقلك يا عسيري حتى نقعد الغضروف الغضروف لاباس؟ الحمد لله على السلامة بنتي لاباس؟ عسلامة اخزر ترى ما عرفتنيش؟ علي ولا عرفت زيدو اخزر ترى ها؟ زيدو اخزر ترى اكيد قبل تفرجت شي ماتش شوية بوك انت والله كنت صغيرة برشا ما سمعتش المعلق يقول حمادي راهو غب سمير سمير يهبط له تاكل حمادي راهو غب سمير سمير يهبط له تاكل ما سمعتش يا اخي انت من وقتها قعدت مضروب كيف ما ناكل قعدت مضروب جملة نعرفك بروحي يا سيدي انت هو حمادي لا حمادي عجاشة حمادي عجاشة علاش سموني عجاشة انا بنتي مرة خالت على الكورة وروسكم يا رجال يا قلوب الجمال ما حدتني كان راسي جدير ليبيا والله تلمون نجري على هذاك اللي سموني عشاش انا انا تعرف بنتي تلمون سانط الكوره تحب نعطيك كوره في بوست خال هنا نمدها لك الكوره ما عندي حتى اشكاليه نحبها في الضلعه اليمين الرابعه ما عندي حتى اشكاليه جابوا لي عاد المنفذ محلف قالوا لي شنو هي الديستيناسيون تاعك على هذا الكل قلت له الحمد لله لك يا ربي وكلموني الحمد لله توا نخدم في ديوان قيس تراضي الحمد لله لك يا ربي اي اما سمير كيفاش هبط لك تاكل اي يا سيدي عملتلوش باسمون دو جامب اش عملتلو باسمون دو جامب باسمون دو جامب عملت باسمون دو جامب حليلي ها ها هكا ضيبة هكا باسمون دو جامب بكورة اي عملتو ضيبة رولات كما هكا وتعديت بيه قص الضوء ضو على استاد على عيني ما ريت شيء ما فهمتش ضربني ترينو ضربني مترو ضربتني كار الحاسيل الاربيتر تلموت تفجع مسكين في عوضي خرج ورقه حمراء خرج لنا كونستا عمرنا بالوقت الحمد لله لك يا ربي اي بوك سمير السليمي وما ادراك اي نعم سمير السليمي يا سيدي عامل لي 145% سقوط في بدني راهو مش تكف حاسيل الغضروف مكسر المعدة مكسرة المرارة طيبة جملة اي نعم بنتي هذا كل من عند سمير بوك اي نعم الحمد لله لك يا ربي كنت حمادي عجيجة توا حمادي جامع الفتح الدورة الثانية على اليمين تلقاني صحيح تحط لي 2000 فرنك وتتعدى يرحم بوك اي نعم اي نعم اي نعم هذا مهم يعني المشكل كورجي الباهين نهايتهم خايبة حد الكورجي الخايبين كيفك نهايتهم خايبة الحمد لله لك يا ربي شوف سي نوفل والله
يا سينام في والله وروسكم يا رجال يقلب الجمال والله 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 انا قبل قبل يا رسول الله كانوا كيشوفوني هكا كوري يقول لي شوف انت مستقبلك يا في ريال مدريد يا في اولمبيك مارسي والله وتوا الحمد لله ليل ونهار في ريد مارسي كنت نكور انا راني مع مع سمير السليمي ومع دراك وهي تكور مع سمير لوسيف توا كيف تكور معاه؟ لا غالب كل ليله انا قبل كانوا يحصلوا فيها الديفونسوريت شبيك يا سينوفل توا كل درجين محصور كل درجين ودخل التواليت انا غالب ايش تحب تعمل؟ اما نقول لك حاجه سينوفل اما حقك مشيت له لتسعة سبور نهار الاثنين اما نقول لك حاجه سينوفل قل لي انا مسامح سي سمير علاش على الضرب الكل مسامح علاش تبارك الله تبارك الله يخلق ربي والله مسامح على الضرب الكل يرحم والديك سي سمير وربي فضلك اما هذا كله راه شوف بصراحه المره هذه مش يضربك بالكفوف لا 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 يرحم والديك يعيشك بارك الله فيك والله مسامح تعرف انا كان جيت الدنيا دنيا بنتي راهو عندي استاد باسمي والله الله غالب توا عندي بيس واحده باسمي نتاع تليفون وعندي زوز صغار باسمي هم باش يجيبوني لعندي ما نقول لك الجمعه الجايه كان ساهر ربي يعيش فضلك يعيش فضلك اما اما يعطيك الصحه يعيشك على شنو يعطيني الصحه؟ ها؟ على شنو؟ ربي 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 يخلي لك محبوب انت يعطيك الصحه تعرف تكور معناتها؟ اه في بالك باهي تعرف تكور؟ ها كيفاش نكور لها معناها؟ لا 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 معناتها تنجم تنجم مشيش نعطيه تاكل لا لا ماشي لا لا ماشي نجم تلقف بالكوره مثلا نجم تجنقل بالكوره جنقل لا اما ما تنجم بالطالون ما تنجمش تجنقل جنقل اه من شنو تنجم مثلا تنجم تباركي له بونتو اه ما دامني قاعد ما يصيرش صار باش تباركي للسعدي تاك تمشي لا باس اللي ريتك لا باس بلاش سارة باش تباركي للسعدي يلا حتى في الوسط خير صعب لا تحطها وين تحب المهم بونتو كيفاه بالروبه هذه المهم الكوره هي اللي تجي مش تطلع تجي بونتو فضيح ده اللي صباتي باش نمشي معاها الكوره لا لا حاشي بكوره مش صباتك اه دو تخوا حتى مش خليوها في العالي ما تجيش لا ما كانتش خايبه في الطالون لا شوطه باهي اما سعدي شدها مش عادي مش عم يزبك الشدة جهرتني بالطالون تاعي هذاك علاش اسمعني جنقل بالكوره ما تنجمش بالطالون جنقل ايش اعطيها ترى شو هاك كواد ريسبس تاع كوره ممكن ترى فيه لا اقشع على الكواد اقشع على الكواد كواد ريسبس وجنقل نورمال سعدي تنجم تمشي تهز الجول على راسك تهز الجول تبارك الله عليك يا سارة يعطيك الصحة دونك تو باش ترجع تتلهب بقرايتك وسي بون ولا باش يعيطوا لك لافريك وتمشي الفازات وتمشي الدنيا الكل؟ ليه هو ديجا تربح في كومبيتيسيون كيف من هكا عندك معناتها برشا ديزونجاجمون تو ريبريزونت معناتها كوميم هذايا ديجا ميس افريك معناتها سا كونسيرن برشا بلدان مشكل نيجيريا ديجا نورمالمون غاديكا قالوا لي بعد كومبيتيسيون كرابت كونيا وكا عندك برتمان لهنا جايش لهنا اوكي ميرسي وقت تخدم بور لو غوفرنمون مي قلت لهم الحقيقه نقرا وكل شيء وما نجمش معناتها دونك جو فان دو ديبلاسمون معناها مش كان في نيجيريا ان شاء الله ديجا انا بالحق جو كونت بالحق فيزيتي دونك عندهم الحق يتنرفزوا في نيجيريا خاطر انت ربحت انت ربحت ومشيت خليت لهم كل شيء ليه يا اخي انا مشيت باش نعمل نقرا دار وخدمه وكذا باش نعمل نقرا نخسر عامي نتاع القرايه ليه بيان سور ليه بيان سور ما يلزمكش تخسر والقرايه اهم حاجه ويظل داركم موصلك على القرايه اهم حاجه انا نعرف بطبيعتي معناها ما نجمش يلزمني دبلوم بارك الله عليك وقداش عندك خوات؟ عندي اختي الصغيره اختك الصغيره 18 عام 18 عام تقرا في فرنسا تبارك الله ربي ربي يفضلهم تحيه ليك وتحيه لعائله سليمي الكل وسمير نحبوه برشا متربي برشا ومحبوب من جماهير الفرق التونسيه الكل وهذيك الحاجه الباهيه نتاع سمير وحتى عادل وغيره انه يلعب في الكلوب اما جمهور الترجي الكلوب لتوالسيا بيست الكلهم يحبوه وهذيك اهم حاجه يلا نخلي لك كلمه الختام لتوانسه ملكتنا لتوانسه اللي يتفرجوا فيك دونك انا فرحانه برشا اللي ربحت دونك الكومبيتيسيون تاع ملكة جمال افريقيا بالحق فخوره برشا وان شاء الله يا ربي جو ريبريزونت بيان تونس وافريقيا ان جينيرال ونوري اللي فوالا افريقيا ماهيش كان ان تيب بارتيكولي نتاع بنات ولا نتاع زين
ولا نتاع نتاع ثقافه اون جينيرال، مي كلنا مختلفين متعددين وكلنا محلينا، وان شاء الله يا ربي تعدى عام على خير. ان شاء الله يا ربي تعدى عام على خير، رغم اللي عام 2020 وصارت لك فيه حاجه باهيه ديجا، سي حاجه بيزار على الاخر معناتها. اي بالحق. وربي يوفقك ساره، ميرسي بوكو، محليك في اللبسه. ميرسي بوكو، نحب نقول ميرسي لاناهيتا للروبه المزيانه هذيا، ولويسام للميك اب، يعيشك. ميرسي بوكو، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. سارة نورتنا الليلة. يعيشك. ميرسي بوكو. سارة سليمي نورتنا الليلة في ديما لاباس. أما تبدلت على أول حصة، حسيت شوي غرور. باش نسألك بالتجربة هذه، إيش قولك فيا كمنشط؟ إيش قولك فيك أنت؟ والله إحنا منشطين في بعضنا توا، دونك ما نجموش كي اللي نحكيو في برشا مواضيع. وماذا بيا نهار ثلاثة زاد ما نكونش كرونيكور، نكونوا زوز منشطين، عجبتني الفازة أنه صحيت، دونك نجموا نتفاهموا. يعطيك الصحة على الإكسبيريونس، هاكا قايموا أنتوما، هاكا نعطيو فرصة للشباب. اسمع، أنا باش نحكي حاجة، لا لا والله بالحق. خويا أنا أنا الفرصة هذه اللي عطاها لي نوفل، وين الكاميرا هذيك هاكا أنا خويا هاو قدام العباد الكل نشكرك برشا. يعيشك. أنك عطيتني فرصة اللي أنا نحبها الحاجة اللي نعمل فيها، صحيح مازلت كري هاكا زعما خايف شوية ومازلت مانيش عارف التوجه و... لكن نسألك كيما الميس على مرسال خليفة، تعرفوا أنت ولا؟ نعرف مرسال خليفة. لا ما تنجمش تسألني راني منشط معناه. عايش كمان دوك، هذوك مسالي عليهم في لي من يسر فقط. اون توكا يعطيك الصحة. لا خل نكمل عاد كلمتي عاد. حبيت نقول لك ميرسي بوكو، يعيشك. ميرسي على الفرصة اللي عطيتها لي، وان شاء الله تتعاود برشا وان شاء الله تجي عندي. قولها الإدارة اللي كلموك. نشوف عندي ضيف، نجيبك عندي ضيف سامحني خويا، ونحاورك ونسلك على جديدك. ميرسي. وعلى امورك الكل، وبالحق ميرسي بوكو نوفل، يعطيك الصحة بالحق. يعطيك الصحة. ما يعمل حد حد معنا. ميرسي، خليك معنا. ميرسي انتم تبعتونا، كل مرة هكا نجيب لكم تجربة نوع. نحب نختموا مع الأساتذة فرقة رياض بودينار، تصفيقة كبيرة عليهم. ميرسي بوكو، نتقابلوا السبت الجاي ان شاء الله. ميرسي امين، عايش. على خير. على خير.